راهم يقول لك الاخر التسويه ما كانش، كاينه التسويه دوك، كاينه واحد النقاط وكاينه الحمد لله بربي ان شاء الله باذن الله تعالى، وما نبقاش نطالب في بعضنا بعض والسب من فضلكم ما كانش. تذكر يتفرج فينا السلطات الامنيه وال نهضروا على التسويه، هي كل واحد الملف تاعو، اذا كان الملف تاعك نظيف مبروك عليك، انا على نقصيك ولا الاخر، انا مانيش في وزاره الدفاع، وزاره الدفاع هي اللي تسويك ان شاء الله اذا كان ملفك نظيف. صح هادو اللي راهم يطعنوا ويسبوا الشرطة، عارفين بلي روحهم الملف تاعهم ما يتسواوش، عارفين بلي الملف تاعهم ما يتسواوش، اش يدير يكماس يسب ويطعن في خوته ومنا والخرجة والميدان وكذا كذا، هذه أمور حنا ما تسلكناش، كاين حلول وهذاك نقول لكم التسوية كي راهي دايرة، هذاك نقول لكم التسوية كي راهي دايرة. خاوتي بسم الله الرحمن الرحيم، نبداو نهضر على نقولو المرحوم اللي توفى الله ربي يرحمه تاع سجن بليده، نعزي الأهل تاعو من جميع المشتبهين الناحية الغربية أو الشرقية أو الوسط أو الآخر، نعزي الأخ في وفاة ابنه زميلنا مشطوب ومتقاعد، نخصو حتى المعطوب والمشطوب والمتقاعد كل رانا سوا، ما نطعنو حتى في واحد. خاوتي نترحمو على الأخ اللي توفى الله ربي يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه، أخ متقاعد ربي يرحمه ويوسع عليه، إن شاء الله يكون من أهل الجنة. خاوتي بين هضروا على بالعطار وبولال، بالعطار وبولال، بين نقولكم من هذا المنبر علاش واش كيما نقولوا حنا، واش حسبي روحكم، حسب روحك فوندام، حسب روحك حاجه كبيره، رحتوا للجنازه وبينتوا روحكم وهزيت زيت روحكم وشو وزعما شوفوني بلي راني في الجنازه، هذه ماهيش الاخرى. باسكو نقول لك علاش، كاين بعض المناضلين كاين اللي ما عندوش باش يجي يعزي ولا كذا ولا ظروفه ولا معها الظروف هاك عارف الماديه والاخرى، كاين ما تسمحلوش، ما تسمحلوش باه يجي يعزي، كاين اللي بعيد، كاين اللي ما عندوش تباير، كاين اللي خمم في ولادو اللي راهم يقراو في الدراسه ماشي شاري لهم حتى صوره حتى باش الاخر باش يركب، لهذا نعزيهم، نعزوه في التليفون ولا راه كاين التواصل الاجتماعي، رانا عزيناهم باسم الخليفه الامين المشطبي الجيش الناحيه الغربيه، نعزي نعزي اهل الميت الله يرحمه، ان شاء الله يكون مثواه الجنه ان شاء الله يا رب العالمين. من هذا المنبر نقول لهم هذا بولال وبالعطار، حنا ما سبيتكمش، اللايف تاع البارح اللي كنتو دايرين اللايف انا هضرنا على المناضلين، كاين مناضلين احرار باغيين تسويه، اخويا انتم ماكش باغيين تسويه تمشي وخروا، اجبد اجبد، انا ما يمثلني حتى واحد، لا حجيده ولا غيره ولا كذا ولا كذا، انايا نهضر صراحه، انتوما لعبتوها ارلوند ولا فوندام ولا مارسيالا وتسبوا في الرجال، كاين الرجال، كاين الرجال الشرافه، انا البارح جبتك على 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 واحد من عندنا من الغرب، انسان مناضل، انسان مناضل وشرس وكل شيء، علاش نطالوا في بعضنا البعض وتسبوا المعايره وكلش، علاش هذا المستوى تاعكم، هذا المستوى تاعكم تاع عسكر، هذا انتم كنتو مشطوبين انتوما وتقولوا احنا مشطوبين، المشطوب يكون عنده مستوى تاعو رفيع، احترام، كي كنتو في الثكنه كي كنتو داك المضابط يخرج عليك كاين قرمه فوق راسك غيتغلط لي زاري هو الاخرى كامل، لا صح درك من راك سي راك الاخر راك تهضر
تهضر باسم الفئة وتحضر كذا وتقولوا منا وتقولوا من هي وتطعن في خوتك وتقول لهم التسوية ما كانش. كاين تسوية. أنا روحت للصندوق المعاشات العسكري تاع وحر، كاين بعض النواحي تاع معطل على بالي بها سانكيام ريجيون ولا في أي نواحي البليد راه معيطو التأديبي، ما موهر أنا معيطو التأديبي، وزارة الدفاع راهي تخدم خدمتها، وعلى مستوى ديال إبراهيم راهي تخدم خدمتها، مستوى الناحية الثانية راهي تخدم خدمتها، ما نطعنوا في بعضنا بعض، ما ننسبوا بعضنا بعض، ولا مبين في روحي ونجبد انا ما خصنيش انا باش يطلعوا لي لي كومونتير ولا انا نقول لكم واش كاين حقيقة. الحقيقة تقال. اخويا تعرفني انا يا سيدي، روح لقاني في دير نقطة ونتلاقى انا وياك ونهضروا في امور صاحبي تجي انت سبني لغر لقاني نعرفك راجل سب وزارة الدفاع، نعرفك راجل سب السلطات الأمنية، نعرفك راجل جابتك موقع عسكري تقول أنا عسكري وأنا محارب عشرية، راه سب السلطات الأمنية خاطش تعرف روحك بلي غادي تروح للحبس، وهادو اللي راكم تقول لهم الخرجة والميدان وكذا أمور، واش من خرجة تكذبوا على خوتهم تقول لهم الخرجة والميدان وكذا كذا، واش من خرجة وتعيبوا في الناس ولا بالك 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 يا ربي استغفر الله. بس صح الشامخ، شامخ غلط ماشي ما غلطش، شامخ عيسى بصح راجل، بصح راجل هكا بان نهضر معكم نيشان، واللي نعرفو راجل اللي نعرفو راجل نعرفكم من هذا الاخر، يعني كاين شلامبو نهضرو مع شلامبو، نعرفكم رجال، نعرفكم رجال، لأن انا نعرف واحد، نعرف واحد راني ضده ولا راني لا راني نهضر معاه ديريكت فاصل فاصل، واحد اللي في وجهي يعني قال لنا نحدد داك النقطه وين نتلاقى ونهضر كيما بغيت كيما تنوي، كيما تنوي راني هنا. لهذا انا ما جيت نسب واحد، التسويه كاينه، وهذو اللي راهم يطعنوا عندهم ملفات، عندهم ملفات ناقصه، ملفات ضعيفه، هادو من الحالات ثلاثة. شوف الملف تاعك، الملف تاعك هو اللي يسويك، الملف تاعك والملف الطبي، علاش نقولو حنا ملف عسكري ميت راه ما يتسواش، ملف عسكري ملف مدني ما يتسواش، ما نخصوش بعضنا بعض، على بالنا بملف مدني اللي يقولو مرسوم رئاسي مع نسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، لازم يمضي عليه إن شاء الله، نتمنى ان شاء الله برب العالمين بالك في 2025 غادي يمضي على الميزانيه تاع الميزانيه الماليه ان شاء الله، بصح ما نقدرش نطالو في بعضنا بعض، النظام ما علمناش كيما هكا. مصطفى الصغير كاين في سيرات عندك انت باسكو على بالك بول، انت راك راقد تخدم خدم خدمتك، ما نسقاش نهضروا في الامور ديك، انا راني على بولال وبالعطار، بولال وبالعطار ما كنتش قادري تجبدو، ما تبقاش تطالو فيه، عارفين بلي عندكم ملفات مانيش عارف، شوف شوف السبب الشطب تاعك اشتوالا ومن بعد روح هضر معايا، شوف السبب ده ولا روح قابل الشلامبو، نعرفك راجل وقابل الشلامبو ولا روح قابل نيان. لهذا خاوتي حنايا التسوية إن شاء الله برب العالمين راه عندنا منسق وطني، بغيتو تبغو بغيتو تقرو، عندنا منسق وطني عيسى شامخ رانا معاه وكل رانا معاه، باسكو علاه هو هاكا فيه العيوب شي ما في دار غلطات، بصح راجل نقولها لكم من هذا المنبر، صح راجل كاين هو وكاين أخ صواب وكاين أخ مامي، كاين ناس، كاين ناس شرفاء. لا فيما يخص ملحة الطوارئ رامي يقولوا خالتي، رامي يقولوا مسي الله فتح سيرته، وفي اكتوبر ان شاء الله باذن الله تكون فيها الخير، ما باقيش بزاف، باقينا هذاك الشهر هذا ان شاء الله ندخلوا في اكتوبر ان شاء الله برب العالمين يكون فيها الخير،
ان شاء الله. كاين ملفات عسكريه راهم يخلصوا، وكاين ملفات مدنيه ان شاء الله، نتمنوا بربي ان شاء الله يخلصوا. فاني ان شاء الله كاين ملفات مدنيه، كاين اللي عنده اثناء ملف اثناء الخدمه، لا نقصوا على بعضنا بعض. مصطفى صغير، شلامبو راجل، سيد الرجال، نقول لك من هذا المنبر نعرفو كي داير، نعرف هذا ماهوش خاين، تا ماهوش خاين تاع القضية، ويروح يتلعبوا بيكم، ويدخل روحو منا، ونديرو الأخرى، ونديرو نقطة، ولا نديرو اجتماع وطني، ولا ندير لا اجتماع وطني لا والو، هادو يحوسو يوصلوكم للهوية، ما نساعفهمش أنا. خويا كاين أخرى، كاين منسق وطني، كاين الجهوي، كاين الآخر، كاين المنسقين الولائيين، كاين أخرين نتصلو بيهم. راه عندنا فؤاد في هذا المنسق تاع مصطلم، عندنا على عمي عبد الرحمن تاع مستوى وهرم، كاين منسق كل واحد والناحية تاعو، علاش نسبوه بعضنا بعض؟ ما نسبوش بعضنا بعض. صعب هادو اللي راهم يسبوا ويعايروا، عارف باللي الملف تاعو من حالات ثلاثة، وما يتسواش، نعطيها لك هكا بالله، ما نقولش حالة ثلاثة، عارف حالة ثلاثة شنو معناها. ما نقدروش نقول لكم الحال ثلاثة شنو معناها، راكم تعرفوا معسكر وتعرفوا، وكل واحد عارف الملف تاعو والشطب تاعو، السبب اللي شطبوه عليه، ويقول لك انا نتسوى ويطعن في خوه ويروح يدير لايفات ويبين في روحو، واش تكون انت بوندام؟ ايش هذا عشاب محمد، واش شامخ بعث لي، واه بعث لي شاني، انا شامخ انا ما تلاقيت بيه ما شفتو، سنعرفه من البيت. ثم راك ما تهضروا كيما نقولوا حنايا، كيما قال لكم الرئيس تبون تشراك الفم البعيد، ودوك نجاوبك انا. شامخ غلط ماشي ما غلطش، هو كل واحد معصوم، انت ما تغلطش تغلط على بالي بلي تغلط، وكلنا نغلطو. ما نقدروش نطعنوا في بعضنا بعض، وما نقدروش نطعنوا خلاص. كلها اخ مهداوي سلام خويا، حنايا نحوسوا نلموا الشمل، واليد يد في اليد، وان شاء الله رانا مع بعض ونسقوا مع بعض. عندنا منسق وطني اللي هو الشامخ عيسى، والاخ صوار، ديروا ثقه منهم. اما هذا بالعطار وهذا بولب، عارفين باللي ارواحهم ملفات تاعهم، اذا كانوا ملفات تاع الشطب يقول له جيب لي ملف تاعك تاع الشطب، باش شرا مديرين لك فيه هذا، جيب لي الملف تاعك واش دايرين لك فيه، كل واحد الملف تاعو، كل واحد بالملف تاعو واش دايرين له في الشطب. السبب كل واحد ودايرين له في الملف تاعو الشطب، ما بصعب انا باه نقول لك نطعن فيك، انا ما نطعنش فيك، ما الله ما نطعن فيك ولا نسبك ولا لاخرك ولا. اما انا دروك نعاود نرجعوا للجنة الحوار، لجنة الحوار اللي حطمت كل شيء اللي كان فيها جماعة راكم تعرفوهم، كاين بعض الشرفاء، وكاين بعض ما نضليش نهضر. نقول لكم لجنة الحوار، حكموا رواحكم، حكموا رواحكم، هذه نقولها لكم من هذا المنبر، الحق لجنة الحوار تحكم حاكمي روحك، القضية راهي بعيدة عليك، القضية ما تخصكش، لجنة الحوار، هذه نقولها لكم، لجنة الحوار ماذا بها تنسحب. باسكو هي سبب القضية. أنا روحت المكاتب تاع الصناديق، راهي تمشي اللي راه في الريزو دروك، تجيه كاين اللي مازال ما حددش الكونفورماسيون، دروك يعيطولو، دروك يعيطولو نورمال، يروح يفوت خبرة طبية، شوف الملف تاعو، الملف تاعو كي داير، الملف طبي كي داير.
مصطفى صغير، انا ما خاطيني لجنة الحوار، ما تمثلنيش لجنة الحوار، باسكو دخلوا لجنة الحوار كانوا كان ما نضلوش نجبدوا الماضي، باعوا القضية في لجنة الحوار، باعوا القضية. انا ما نطعن حتى في واحد، صح لجنة الحوار على بالي بلي هي سبب القضية، ولازم منسق وطني، لازم منسق وطني عيسى الشامخ يتحرك يتحرك، وعلى بالي بلي راه ان شاء الله بربي حنا رانا نقراو المرسوم الرئاسي، والمرسوم الرئاسي ما يجيش كيما نقولو حنايا بال نخرجوا الخرجه خراجات الميدانيه او الاعتصام او نعرفك راجل وخرج تقول انا يا عسكري ومحارب عشريه ومنا مليه وروح خرج، راه قدامك العاصمه راهي دير ابراهيم على مستوى وزاره الدفاع، روح خرج نعرفك راجل روح خرج، ولا تخرج هذو المشطوبين تغلطوا فيهم وتخرجوا فيهم تهملوا فيهم، ومن بعد كاين وين يدوم يدوم الحبس اللي صرالهم كيما خاوتنا اللي توفى الله يرحمهم، ولا راهم في الحبس ولا راهم في الحبس. وكيما قال الاخ فاني المناظر ما نساواش عيسى الاخر صواب عارف يعرف كلش، يعرف هو وديجا عنده الاخرين يعرف كلش، ما عيسى شامخ يعرف، حنا يمثلنا اخويا عندنا منسق وطني، بغيتو تكرهو وبغيتو ما تكرهوش، شلامبو مهداوي يدير شلامبو منسق وطني ديالي، منسق وطني يعني ديالي معليش، المهم الحاجه الانسان اللي نظر القضيه رانا معاه، بصح تولى باش نطعنوا في بعضنا بعض، وهذو راهم يقولوا التسويه ما كاش ومنا والخروج وخرج الميدان، عرفوا باللي عرب اللي الميدان عرب اللي الملف تاعه بسبب الشط بتاعه من حال الفريق، نعطيها لك بالرسم. والميل خاصة وخاصة الملف الطبي المدني أثناء الخدمة رامي عيطوا لهم ورا يفوت الخبرة الطبية إكسبرتيز، رامي عيطوا لهم من الناحية الثانية راه تمشى، نعرفك اللي نعرفك اللي عارفك راجل انه قابل الشلامبو، قابل الشلامبو نعرفك يا مصطفى صغير وقابل الشلامبو، اخويا ملف مدني تدي على ما تديش على تقصيف روحك، شكون اللي قالك ما تديش؟ روح ساعه بولال وساعه بالعطار وساعه كذا وساعه، واش من نظر واش من نظر قال لي انا ناضت، واش من نظر ناضت نتاع بالعطار ولا بولير ناضت بالخيانه بالسرقه، عارف راجل كل نهار اللي كنت في نهار اللي كنت في لجنه الحوار ثم كنت ضربت طابله وقالوا لكم ورحتم عند مع الهويه، وكاين رجال اللي جبدوا عارفين روحهم باللي من العرش عاودوا جبدوا، حتى على الشرفاء ما يقدرش عنده قلبه حار، مصطفى على بالي راه في سيرة تاهو جاري هنا، مصطفى ما عارف والو، مصطفى ديجا نهضرو الهضرة نجات، النهار اللي راح يدفع الملف تاعو النهار اللي حنا على المستوى ديال إبراهيم قالوا له الملف كامل كاش، تاعو يدفع هنا أنا ولا ما نهضرش، هاكا نهضرو صراحة إني نكشفو لباسكم، ديال إبراهيم كان معايا، قالوا له الملف كامل ما كانش. اللي بعثوا لهم على مستوى سي ام اس، والسي ام اس كانوا كاين اللي مكاش داير رقم الهاتف تاعو، راهم بعثوا لهم عن طريق الطرق استدعاءات، بعثوا لهم
سفيان، انا اللي طلعت مع بالعطار البارح. قلنا انتوما اللي فركتوا الحيه وزربتوها، عارفين باللي شوف الملف كي داير. قولوا مصطفى راح مع الرجال اللي دفعوا لك ملفك في الأدرس، من لا على من ذكرش. راه عندنا منسق وطني، عندنا مثلا خويا بدير، كاين منسق وطني، كاين شلامبولا، كاين وكاين شامخ. بغيتي تبغي تذكره هذا صراحة، صراحة ما نكذبوش على رواحنا، ما ندوش لخاوتنا هذو اللي راهم يقولوا لكم ارواح، ونخرجوا ونسويك ونديروا تجمهورات ونديروا النقطة ونديروا كذا كذا، والله ما يسويك، اقسم بالله العظيم ما تسوى. روح خرج، نعرفك نعرفك راجل، هذا ابو ولا لا، خرج المشطوبين وروح ديهم دير ابراهيم ولا ديهم العاصمه، نعرفك راجل، نعرفك مناظر الشرسي، وهذا مصطفى اللي راه شرك فمه، نعرفك راجل، روح خرج مع ابو ولا، خرج مع ابو العطار، نعرفك راجل، كنت خرج العاصمه، خرج دير خرجه وخرج، خرجه غير واحد وخرج. مع الظروف الحاليه اللي راهي تمر بها البلاد على مستوى الحدود، كل ما نضلش نهضر في التفاصيل، شوف خاوتي قبل 10 سنين عقب أول، علاش خرجوك؟ شوف السبب في الشطب بتاعك، علاش خرجوك؟ شهادة الشطب بتاعك، انت تعرف، انت تعرف السبب الشطب بتاعك، شي انا نقول لك، انت تعرف سبب الشطب بتاعك، او لو كنت من الحالة الثالثة ما تسويش. طبعا نقول لك انا راه مع الملفات المدنية، الملفات نهاية العقد كامل كملوا معاهم، سواء ملف مدني او عسكري كملوا معاهم، راهم في التأديبي، راهم يفوتوا الخبرة الطبية، ملفات مدنية وراهم يفوتوا الخبرة الطبية. رشيد البسكري انا مازال ما تسويتش باسكو على كونفورماسيون، مازال ما لحقتش، وراهم يعيطوا ان شاء الله برب العالمين، تجيني انا تلحقك، انت تلحق خالتي تلحق ان شاء الله برب العالمين، ما تعيط لهم، شوف شوف الراديوسون تاعك واش داير لك فيها، سبب الشطب تاعك. لازم منا نوقفوا مع المنسق الوطني، ونديروا ان شاء الله، نديروا رسالة موجهة لوزارة الدفاع، واحدة على مستوى الديوان رئيس سيد رئيس الجمهورية، واحدة مستوى ديال إبراهيم، إن شاء الله ينظروا إن شاء الله في الملفات المدنية. لازم يخرج مرسوم رئاسي، مرسوم رئاسي من عند ويمضيه سيد رئيس عبد المجيد تبون، بلا سبب الشطب، أي سبب الشطب تاعك، سبب الشطب لازم يكون ملفك نظيف، ماهوش من الحالة الثلاثة، كاين حالة ثلاثة اللي ما يدوش. الاخ لؤي، اخويا هنا،
باش نهاية عقد. نهاية عقد، نهاية عقد ولا تعذيبي، شو انت اللي فوت الخبرة الطبية ولا ما عيطولكش ولا كونفورماسيون تاعك. خاوتي هادو اللي راهم يدمروا فيكم راهم يقول لكم خرجوا ما تديروش عليهم، والله العظيم غادي يوصلكم على الهوية. راه عندنا المنسق وعندنا الجهاوي وعندنا راكم تعرفوهم لا على ذكرهم، وراني هضرنا مرارا وتكرارا، والله العظيم الا يدخلكم الحبس، والحبس ديجا راه مكبركم في وقت بوتفليقة، كبركم الحبس، داركم الحبس راه من كل ولاية.